مدرب التنمية البشرية أو مدرب الحياة أو متخصص التنمية الذاتية، أيا ما كانت المسميات، وأنتم كصحفيين عارفين المسميات دي كلها، وده بيكون خريج أي تخصص أي كلية، وبيدرس بعض الكورسات عن السلف هيلب أو مساعدة الذات أو التحفيز وإزاي يدي موتيفيشن للناس وكده، وده لا يعالج أبدا أي اضطراب نفسي أو سلوكي، هو فقط يستخدم في التحفيز، في ان هو يدي طاقه للناس، يكلمك عن الحاجات الايجابيه اكتر، يلفت نظرك لنقاط القوه، لكن ما يقدرش يشتغل عن نقاط الضعف وهكذا. اما التخصص الثاني هو المعالج النفسي، يبقى التخصص الاول طبيب النفسيه والعصبيه، الثالث مدرب التنميه البشريه او اللايف كوتش او whatever. التخصص الثاني هو المعالج النفسي. مين هو المعالج النفسي؟ ده اللي بيبقى خريج كليه الاداب قسم علم النفس، وبعدها ياخد حاجة اسمها دبلوم في الكلينيكال سايكولوجي، وبعدها ياخد ماجستير في الاضطرابات النفسية والسلوكية، وبعدها ياخد دكتوراه في أحد فروع العلاج النفسي. كل ده لسه ما بقاش معالج نفسي. لازم يقعد من سنتين لثلاثة يخضع لتدريب تحت إيد 2 أو 3 من المعالجين النفسيين المختصين. هو في الحقيقة في فترة التدريب دي مش بيتعلم، لأن هو اتعلم قبل كده، هو بيتعالج، يعني بيتخلص من كل شوائبه النفسية، بيتخلص من كل الترسبات اللي ممكن خرج بيها من عمليات التربية أو ضغوط الحياة. وبعد ما بيخلص ال5 خطوات دول، خد الليسانس علم النفس، خد دبلوم علم النفس العيادي، خد الماجستير في الاضطرابات النفسية والسلوكية، عمل دكتوراه في أحد فروع العلاج النفسي، قعد 2 لـ3 تحت إيد 2 أو 3 من الأساتذة. فضل الخطوة السادسة والأهم، انه يروح وزارة الصحة يمثل امام لجنة منح تراخيص العلاج النفسي. اللجنة بتبقى كبيرة جدا، بتضم مساعد وزير الصحة لشؤون التراخيص ورؤساء اقسام الطب النفسي وعلم النفس بكبرى الجامعات، بيبقى فيها ناس كتيرة قوي، وبعدين بيبصوا عليه نظرة متخصصة، هل هو ستيبل ولا مش ستيبل، مستقر ولا مش مستقر، هل هو يقدر فعلا يفيد الناس ولا لا، وبعدين ان اجازوه يحلف اليمين ويبقى معالج نفساني بعد 6 خطوات.